الحجازي احمد الحداد الخمي الخمسي الخمسي شنو الخمسي يعني؟ لا الخمسي الرجل الصالح الولي المتواضع في ذات الله. الله شنو يعني في ذات الله؟ الفقيه أبو العباس أحمد الحداد كان يحترف صناعة الحديد، وكان إماما بمسجد الشرفاء من قبيلة بني فلواط، وكان قد أقسم بالله على كل من دخل داره أن يطأ بقدمه قده، فكان يرقم أضيافه على أن يفعلوا به هكذا. وأخذ التصوف عن أبي محمد الغزواني وعن الشيخ أبي محمد الهبطي. مش ده الراجل اللي بيقول الدواء الورد بتاعه في الديوانية يا في المنصورية؟ ايه هذاك عبد الله بعلوي الحداد. شلون مولانا يجوز ان واحد يعمل كذي يعني يتواضع لهالدرجه؟ ابو ذر الغفاري اي نعم، لما قال لبلال يا ابن الاعجميه او يا ابن السوداء، اشتكاه بلال للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال له يا ابا ذر سببت بلالا وعيرته بامه، ظننت او يعني تاخذ، وفي روايه انه بقي فيك شيء من كبر الجاهليه. فاخوانكم خوريكم نراهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يدي فليطعمهم مما اطعم وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فان كلفتموهم فاعينوهم. فابو ذر وضع خده على التراب وقال لا ارفع خدي هذا حتى يطأه بلال بقدمه. هنا فتح المبدي للشيخ عبد الله الشرقاوي ذكر هذا الحديث في ترجمه هذا الحديث، ذكر القصه دي. المهم لما جه تقول له يا رسول الله استعملني يعني خليني عاملا اواليا، قام قال له انك ضعيف فلا تولين على امراه ولا يتيم، يعني انت رقيق القلب ما تنفعش للاماره، لأن لما الأمير يحط خده للناس يدوسوا عليه الناس حتى تستهتر بيك كويس. واختي ندى شاعرة تربية السيد سرفاع يمكن الوالد قالها، تقول سيد احمد رفاع لما صارت كرامة تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم قعد على العتبة وقال حق الناس اطوا على يعني رقبتي، وقام يبكي. ايوه في حالة البعد الروحي كنت رسول تقبل الله. وكمان انت الاشباق دمنا. لا هو التواضع للمجرمين ذل. مثلا ولا ترين العادية غطى ذل. ايوه هاي منو قايلها؟ هو الامام علي بيقول اذا اردت ان تحيا مصونا من الاذى لا ولا ترين الناس ذلا. أداد.